عزيزي، موضوع حقيقة، موضوع البرلمان ورئاسة البرلمان، هذه معضلة بدأت منذ أن تمت تنحية محمد الحلبوسي من ذلك الموقع، نعم وليومنا هذا والجميع يحاول أن يلملم شتاته، وسرعان ما يتفقون على أجندة معينة، ولكن هذه الأجندة سرعان ما تنفر، لأنه لا توجد قناعات كافية وواضحة وصريحة نعم لإيجاد رئيس للبرلمان رسمي. وهنالك من يغذي هذه المشكلة لاعتبارات أنهم يريدون أن تبقى الأمور كما هو عليه الآن، ويبقى الرئيس بالإنابة. وأنا هنا أتحدث عن كل المكونات، قد أستثني منها المكون الكردي، ولكن هنالك مجموعة من المكون السني أيضا ترغب في بقاء الوضع على ما هو عليه، بالإضافة إلى أن نعم هنالك مكونات راغبة أيضا في بقاء السيد المندلاوي. وحقيقة رغم هذا وهذا، يفترض على السنة يستقرؤون الوضع ويتفقون فيما بينهم نعم ويتنازلون أحدهم للآخر من أجل المصلحة الوطنية. وبالحقيقة أستاذ سعد، نعم دعني أقول لك أن المشكلة ما بين شخصين، ما بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، إذا ما جلسوا على طاولة واحدة ووضعوا النقاط على الحروف واتفقوا فيما بينهم لا تنحل. هذه هي زين المشكلة، لأنه استاذ كل غني، منهم عذرا نعم عذرا استاذ غني، يعني ما من المعقول ان يتم جلوس يعني على طاولة موحدة حوارية ويتم الاتفاق على مرشح معين بين السيد خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي. ثانيا، هو الموضوع يعني الأوساط الشعبية والسياسية تعي وتدرك تماما انه هذا موضوع خاص بمكون معين. يا قادة المكون، اقعدوا اتفقوا لكم على مرشح وخلصوا الناس. شنو سر الخلاف في عدم الاتفاق؟ مكاسب سياسية، منافع شخصية، ما هو رأيك؟ استاذ سعد حبيبي، نعم هذا المنصب يعتبر الجلوس على هذا المنصب هو بمثابة مرجعية سنية سياسية في هذا الوسط، طيب لأنه هنالك فرق ما بين المكون الشيعي، نعم المكون الشيعي لديه مرجعية واحدة دينية نعم بالإضافة إلى مرجعيات قيادية سياسية طيب ممكن أن يمتثل لها النائب. نعم أما المكون السني حقيقة ينظرون إلى هذا المنصب هو زعامة وهو مرجعية، نعم هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الشخصين التي تم ذكرهم كل منهم أن يريد أن يصبح زعيما لهذا المكون، وبالحقيقة إذا لم يتفقوا فيما بينهم ويتنازل أحدهم إلى الآخر، طبعا هذا لن يمضي. وهذا الموضوع ليست بالزعامة، وإنما زعامة ومكاسب معنوية ومكاسب مادية والتهيئة للانتخابات المقبلة، تمام لأنه نعم الحصول على هذا المنصب نعم قد يعطي للشخص الجالس على هذا طيب الكرسي وبيده المطرقة أن طيب يحصد أصواتا عالية في الانتخابات تمام المقبلة. استاذ غني، خلي